يا بيه لو سمحت يا باشا. تحت امرك يا فندم، اي مساعده اقدر اقدمها لك. معك ايهاب. الله يخليك، يعني لو ما فيهاش حرج تعرف فين دوره الميه؟ دوره الميه؟ لا مؤاخذه يعني الكابينيه. التويلت موجود في الاوضه يا فندم، اتفضلي. في الاوضه جوه؟ ايوه يا فندم اتفضلي. الباب قفل. تفتحي يا فندم؟ تحب اساعد حضرتك؟ اتفضل. بسم الله ما شاء الله، العلم نور. اتفضلي يا فندم. ده الحمام يا فندم. ده الحمام. كتاب الله؟ ده الحمام؟ يوجتني ايه وانا كنت فاكراه المنور. كتر الف خيرك، الهي ينصرك ما يحصرك يا اخويا. متشكره قوي، ربنا يخليك ويبارك لك يا رب. انا اتشرف بحضرتك يا فندم. حضرتك لو احتجتي اي حاجه، اي حاجه تقدري تدوسي رقم 2، الروم سيرفيس هتطلع لك كلها. لايه يا اخويا؟ الروم سيرفيس يا فندم. فهمت، يعني دوس 2 للسيرفيس. بالظبط كده. حضرتك مش محتاجة أي حاجة؟ ربنا يخليك ويبارك لك أنت وكل زمايلك السيرفس، يعني خليكوا المصر يا رب. لا بجد حقيقي، حضرتك مش محتاجة أي حاجة تاني؟ وماله ده بيبص لي كده ليه؟ هو في حاجة يا أخويا؟ لا يا فندم، أنا بتأكد إن حضرتك مش محتاجة أي حاجة. فهمت، أنت عاوز تديني فلوس. أديكي فلوس؟ أيوه يا أخويا فهمت، وأنا هبلة؟ أنا صعبت عليك وعايز تديني اللي فيه الاسم. انت راجل حنون وعطوف، بس انا الحمد لله مستوره، كتر خيرك. عطوف فعلا. اتفضل يا فندم. كتر خيرك. بعد اذن حضرتك يا فندم. اتفضل. النبي الناس لسه فيها الخير. والله بضيت لك في القفص يا نوره.